وعن استمرار أزمة الكهرباء في العراق وفشل الحكومة في حلها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. أهلا بك معنا أستاذ عادل. اهلا وسهلا بكم وعلى مشاهدي قناه الرافدين. حياكم الله. سيد عادل، يعني مع استمرار ازمه الكهرباء في العراق منذ الاحتلال الامريكي وحتى اليوم، رغم صرف المليارات على هذا القطاع، ما هو سبب استمرار هذه الازمه برايك؟ بالحقيقه هي الكهرباء اصبحت ازمه ازليه للحكومات اللي تلت بعدين 2003 بسبب الفساد المستشري في هذه الحكومات، من اول وزير للكهرباء الى اخر وزير حاليا بالحكومه العراقيه. الحكومات العراقيه ليس لها نيه في تعمير كهرباء العراق بسبب اعتماد الكلي ايران على تدفق الغاز الايراني الشديد، مساعده ايران لشراء الغاز. يعني تستطيع باموالنا التي صرفت على هذا القطاع الذي بالمليارات من 2003 لحد الان ان نبني مئات المحطات، ويتوفر لدينا الغاز وتوفر لدينا الشركات التي تستطيع ان تستخرج هذا الغاز المصاحب للحقول اللي موجوده في البصره واللي يحرق يوميا مجانا. لكن نشوف انه ماكو اي جديه من هذه الحكومات المتعاقبه، ليس بالمجال الكهرباء، يعني بالمجال الكهرباء في الشتاء تصل الى درجه الانجماد، واليوم درجه الحراره في الصيف نصف درجه الغليان، والشعب يغلي من شده ما تعرفه من عدم وجود الكهرباء وعدم وجود مولدات باسعار مخفضه. طيب سيد يعني عادل، سيد عادل، لو يعني حبذا لو تشرح لنا أكثر ما هو الدور الذي تلعبه إيران في تفاقم أزمة الكهرباء في العراق. ذكرت أنها تمنع تصدير الغاز المشغل لمحطات الكهرباء، كيف تستفيد من هذا المنع إيران؟ إيران تبيع الغاز بأسعاره، وتمنع إيران وتمنع الدول الأخرى من تزويد العراق بالغاز، بالغاز التي المصاحب للبترول اللي موجود عندنا بكميات في المنطقه الجنوبيه، ويوميا تعرق ملايين المكعبات من هذه من هذا الغاز في حقول البصره، والقريب من محافظه البصره يشوف هذه الشعله الناريه من الغاز المصاحب اللي يحرق يوميا. ايران تمنع تدفق الغاز من عدتها شديد السيطره على سياسيا على العراق. وهذا السبب بسبب عدم وجود سياده للعراق. لو كانت هناك سياده للعراق اليوم بنينا محطات من خلال المحطات الشركات العملاقه، ومن يوم 2003 لحد الان كان اصبح لدينا فائض من الانتاج ونصدر الى دول الجوار، وليس نستورد لحد الان نستورد الكهرباء. هذا ما يقوم به حكومه العملاء في بغداد. نعم، ماذا عن مطالبات أصحاب المولدات الأهلية؟ يعني يطالبون الحكومة بطبيعة الحال بإجراءات حاسمة لتوفير الغاز، كيف ترى مستقبل هذه المطالبات ونتائجها؟ الحقيقة إيران تضغط على العراق بشكل أن تنتصف كل فلوسه من في بيع الغاز المضاعفة، بينما اكو دول مجاورة الأسعار. لكنه ايران وذيول ايران تمنعهم من ان يستوردون من الدول المجاوره كالسعوديه وكدول الاردن وغيرها، لكن يردون الاستمرار على شراء الغاز من ايران بشكل ان تبقى العراق تحت الحاجه الدوله الايرانيه. ايران قطعت عنكم المي وقطعت عنكم الكهرباء وقطعت عنكم الغاز، ومع ذلك تجددين الايران. هذه هي عماله الحكومه العراقيه اللي لحد الان مطلوبين. مطلوبين الى الحكومات، الى الحكومات السابقه مطلوبه الى ايران، وندفع بهذه المليارات من الدولارات الى ايران في هذه الظروف، ولكن نشوف هي تقطع الغاز عن المحطات العراقيه في ظروف الازمه، في ظروف الازمه الكهرباء وعدم وجود كهرباء، وتقطع عن الشعب العراقي.
نعم، ذكرت قبل قليل أن الشارع العراقي يغلي يعني في ظل هذه الأزمة المستمرة والغضب المتصاعد الذي تحدثنا عنه، هل تتوقع انفجار الوضع فعلا بسبب تردي قطاع الكهرباء، خاصة كما ذكرت أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ العزيز هو ليس فقط تردي واقع الكهرباء في العراق، يعني كل شيء في العراق هو متردي، الناحية الصحية التعليمية، أسوأ تعليم الآن في العراق، الأسئلة تسرب من الأساتذة من المعلمين، أسوأ عملية تربوية يعيشها العراق اليوم اللي كان الأول في التعليم، كانت العالم أولاده التعليم في العراق، اليوم العراق أصبح مهزلة في التعليم بسبب سوء إدارة المتعاقبة. الصحة في وضع. شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة، وعذرا على المقاطعة، الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.